تعرض فنانة مصرية شابة لحادث سير مروع، وهذه حالتها الصحية الآن. نشرت الفنانة المصرية رنا سماحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لسياراتها، كشفت من خلالها عن تعرضها لحادث سير خطير، وأظهرت الصور التي تم التقاطها بعد الحادث. تحطم الجزء الأمامي من السيارة، وكتبت رنا سماحة في تعليقها عليها: الحمد لله رصيد الستر على طريق السويس، عربية طارت دخل الجزيرة وخرجت، ومعرفش ازاي ربنا ستر وطلعت منها سليمة. وتابعت مطمئنة متابعيها عليها قائلة: انا بخير الحمد لله، ربنا يعوض علينا. وتفاعل المتابعون على المنشور من خلال تعليقاتهم، حيث حرصوا على الاطمئنان على رنا سماحة متمنيين لها الصحة والسلامة، وطلب منها البعض عدم الحزن على سيارتها، مؤكدين أن سلامتها وخروجها من الحادث السليمة هو الأهم.